مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تناسق الدرر. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة أهلا الشيخ. بكم شيخ محمد، وبارك الله فيك ونفع بك وفتح لك وبك. اللهم أمين يا رب العالمين. الشيخ الكريم، في بداية هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل نذكر بيعني تناسق الدرر. القرآن الكريم قرآنا عجبا أنزله الله عز وجل، كتاب هداية وكتاب يعني المفروض إن احنا نخليه منهج في حياتنا، وكل حرف وكل كلمة في القرآن الكريم جاءت لحكمة، والمفروض يكون مقصودنا من يعني تعلم كتاب الله عز وجل هو التدبر والفهم لمعانيه، كما يعني تعلمنا من فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه. طيب، توقفنا عند قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة آية 62. وقال تعالى في سورة الحج آية 22: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى في سورة المائدة الآية 69: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضيلة الشيخ، ما وجه التناسق بين الآيات في سورة البقرة والحج والمائدة؟ في سورة البقرة قال تعالى: والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي سورة الحج قال عز من قائل: والذين هادوا والصابئين والنصارى. وأما في سورة المائدة قال تعالى: والذين هادوا والصابئون والنصارى. فما وجه التناسق حفظكم الله ورعاكم؟ بارك الله فيك يا شيخ محمد وحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا الأول ننسق العبارة بين موضع سورة البقرة وموضع سورة الحج. هنا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فذكر النصارى الأول ثم عطف عليهم الصابئين. في سورة الحج العكس، والصابئين والنصارى. هي أولا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، كل ده اسم إن، فكل ده معطوف على اسم إن، معطوف بالنصب، ماشي، سواء هنا أو في سورة المائدة أو في سورة الحج. فين خبر إن؟ خبر إن هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر إن لا، خبر هنا يبدأ من أول: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر إن في سورة اللهم صل على سيدنا النبي، سورة الحج، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذا خبر إن. خبر إن في سورة المائدة قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زي في سورة البقرة. فمقتضى الكلام إن احنا نعرف هو ليه تأخرت مرة لفظ النصارى عن الصابئين، ومرة يتقدم لفظ النصارى على الصابئين، ومرة وهي الأعجب يقدم الصابئين على النصارى لكن بالرفع، مع أنه بيعطف على اسم إن المنصوب. أولا يعني إيه الصابئين؟ الصابئين في معناهم قيل أشياء كثيرة. قيل إن هي الصابئين بمعنى عبدة الكواكب، وقيل الصابئين هم قوم زعموا أنهم يتبعون دين نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل أنهم قوم في عبادتهم قريبون من النصارى. لكن الثابت أيا كان هؤلاء الصابئون، الثابت أنهم قوم سبقوا النصارى في زمانهم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى في سورة البقرة، قدم النصارى على الصابئين، لأن النصارى في الموضع الأول تقدمتهم إشارة إلى أن النصارى أصحاب ديانة، ف
فهم أعلى رتبة من الصابئين لأنهم أصحاب كتاب ومنهج، أما هؤلاء الناس يعني ما لهمش مذهب زي ما بيقولوا يعني. طيب يجي في صورة الحج يقدم الصابئين على النصارى، وفي تقدمة الصابئين على النصارى إشارة إلى التقدمة الزمنية، كأنه يقول قدمت النصارى على الصابئين في البقرة إشارة إلى أن النصارى أعلى رتبة من الصابئين فهم أتباع كتاب. طيب وقدمت الصابئين على النصارى في صورة الحج إشارة إلى أن الصابئين أقدم أسبق زمان. في صورة المائدة بقى عمل الاثنين. إزاي بقى عمل الاثنين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال له لو هعدل الجملة دي عشان أبين ليه رفعت والصابئون، هيبقى الجملة هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه جملة انقضت، ثم جملة جديدة: والصابئون كذلك. فتبقى الصابئون مبتدأ خبر محذوف، أيوة الصابئون يعني عشان كده جت مرفوعة، عشان كده جت مرفوعة، فهي جملة هي مبتدأ لخبر محذوف. فعمل إيه بقى؟ راح جاب هذه الجملة اللي هي مبتدأها موجود وخبرها محذوف، جاب المبتدأ ده وحطه وسط المعطوفات بالنصب، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا، وحطوا فين بقى؟ حطوا قبل النصارى، فكأنه أراد أن يقول شوف كده في هذه الآية قدم النصارى على الصابئين إعرابا وتقديرا، فكأنه قال إن النصارى أعلى رتبة من الصابئين، دل على ذلك التقدير. طيب ثم قدم الصابئون لفظا إشارة إلى أن الصابئين مقدمين إيه؟ مقدمين، فجمع بين الاثنين، مقدمين في الرتبة. فجمع بين الاثنين، قدم النصارى على التقدير وقدم الصابئون على اللفظ زي في سورة البقرة بالضبط. يبقى على التقدير الحج قدم الصابئين عشان التقديم الزماني. الله يفتح طيب عليه. فجه في سورة المائدة سبحانه وتعالى عز من قائل يعني قدم النصارى لتقدمهم في الرتبة، وقدم الصابئون أو الصابئين لتقدمهم في الزمان، في الزمان. فجمع بين الاثنين، قدم النصارى تقدمة تقديرية وقدم الصابئون تقدمة لفظية، فأصبح عندنا تقدمتين هنا على اعتبارين. إن اعتبرت التقدير فالنصارى مقدمون لأنهم أهل كتاب وهم أعلى رتبة، وإن اعتبرت اللفظ فالصابئون مقدمون لأنهم أسبقوا زمانا. كل ده في جملة واحدة، وهذا هذه التقديمة وهذا العطف بهذا الشكل معروف في كلام العرب. أحدهم يقول مرتجلا في شعره: فإياك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، يعني فالجملة فإني بها لغريب وقيار كذلك زي والصابئون كذلك، فأتى بالمبتدأ الذي حذف خبره ووضعه عطفا على اسم إن، وهذا معروف في كلام العرب. فكأن الله سبحانه وتعالى جمع في آية ما فرقه في آيتين، هذه يعني من جميل تراكيبه اللغوية سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله، يعني فعلا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. القدرة العقلية اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الإنس والجن لو اجتمعت كلها ما يقدروش أن هم يجيبوا آية أو سورة زي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها سبحانه وتعالى. وهو ده، هو ده الهدف اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نوصل له مع بعض. يعني الهدف ان احنا نشوف ده في شهر القرآن. نعم شيخ الكريم. طيب ننتقل للموضع الثاني في هذه الحلقة، قول لله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.
البقرة آية 94. وقال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الجمعة آية 6 و7. نعم شيخ الكريم، وجه التناسق بين الآيتين وقوله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه في الآية الأولى في سورة البقرة، وأما الآية الثانية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه في سورة الجمعة. نعم شيخ الكريم. طيب، هنا في أولا لابد أن نعرف أن ولن يتمنوه أو ولا يتمنونه، هذه الأداة اللي هي لن أو لا، الأداتان أفادتا معنى النفي، يعني مش هيحصل خالص يعني، لكن لن أوقع في النفي من لا. طيب ليه تيجي لن هنا وتيجي لا هناك؟ هنا قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. المشكلة هنا أن هم بيدعوا إيه؟ بيدعوا أن الدار الآخرة لهم، وهذا أمر غيبي علمه عند الله، ولذلك لما كان الأمر غيبيا علمه عند الله أوجب الله فيه أن يكون منفيا بقوة، فاستخدم فيه أقوى أدوات النفي حتى يؤكد أن هذا لن يحصل. ماشي؟ لكن هناك الأمر كان بيتكلموا عن إيه؟ كان بيتكلموا عن أنهم أولياء الله في خلقه من دون الناس، وهم أرذل الناس، أرذل الناس خلقا وأرذلهم معتقدا وأكذبهم لسانا وأفسقهم جنانا، وهذا حال ظاهر لكل الناس. فلذلك لما طلب الله منهم على لسان نبيه موسى قال فتمنوا الموت، شوفوا كده تمنوا الموت كده، ما تشوفوا لما تقابلوا ربنا هتبقوا انتوا أولياء ولا لا، حصل لهم شيء من التردد الذي قام هذا التردد على أساس أنهم مفضوحون في أفعالهم. لذلك لما أكد الله على أنه هذا ما زعموه لن يكون من حقهم، لما يعني أكد على نفيه لم يحتج أن تكون الأداة قوية، لأن أمرهم هذا ظاهر مكشوف، علمه ظاهر بين الناس، فلم يحتج أن تكون الأداة بنفس القوة التي نفت أمرا هم زعموه لكن حقيقته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهو مؤجل لأجل معدود. يبقى هنا النفي هنا كان أقوى من النفي هنا، لأن ما زعموه هناك أمر غائب لا يعلمه إلا الله، فلا بد أن يقطع الله فيه بقوة، أما هنا أمر ظاهر للعيان أنهم ليسوا لم تجتمع فيهم شروط الولاية، وهذا أمر ظاهر للناس عيانا، لذلك نفيه كان لا يحتاج إلى يعني أداة قوية تنفي ذلك، لأن الناس بأعينهم يروا أن ذلك منفي في حق بني إسرائيل. نعم نعم، أحسن الله إليك. طيب ننتقل لموضع آخر. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البقرة آية 120. وقال تعالى ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى في سورة الرعد آية 37 والآية اللي قلناها منذ قليل البقرة آية 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سورة الرعد آية 37. الشيخ الكريم في سورة البقرة قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وفي سورة البقرة في موضع آخر في آية 145 قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وأما في سورة الرعد فقال تعالى عز من قائل ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. فنلاحظ أن في يعني في سورة البقرة في موضعين، بعد الذي جاءك وبعد من بعد ما جاءك، وفي سورة الرعد في بعد ما جاءك من العلم، يعني قريب من الموضع الثاني في سورة البقرة، فما وجه التناسق بين الدرر؟ طيب، هو أولا لابد أن نعرف ما هو المقصود بلفظ العلم في الآيات الثلاث. طيب، أولا العلم في الآية الأولى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، العلم هنا هو الدين والملة، لذلك سبقتها قول الله لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملة. فالكلام هنا عن الملة وعن الشرعة وعن الدين. في الآية الثانية قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هنا هو تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، يعني هو بيان حال القبلة. في سورة، لأنه سبق طبعا قد نرى تقلب وجهك في السماء، في سورة الرعد قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، والعلم هنا هو الحكم العربي الذي هو القرآن وكذلك أنزلناه قرآنا. إذن العلم في الآية الأولى معناه الملة أو الشرعة، العلم الثاني اللي هو معناه تحويل القبلة إلى الكعبة، العلم الثالث اللي هو القرآن الكريم. طيب، في الموضع الأول استخدم الذي وما، الاثنين بنفس المعنى. الذي اسم موصول معرف لما بعده يدل عليه ويفهمه، وكذلك ما، بل إن اتبعت أهواءهم من بعد ما أو بعدما، أيضا بمعنى الذي يسمونها ما الموصولة، أي بعد الذي نفس المعنى، لكن الذي أوقع في الدلالة على ما بعدها من ما. لذلك اختار الله للدين، وهو أهم وأعرف ما ينبغي أن تعرفه النفس ويعرفه القلب، اختار لها الذي، أقوى أداة تعريف في هذا السياق. بعد كده لما تكلم الله سبحانه وتعالى على أمر القبى وهو من مهمات الشريعة، اختار لها ما، فهي أقل في الدلالة من الذي، لكنها تعطي نفس المعنى تقريبا. ثم أضاف إليها قبل بعد من، ويقولون من هذه التي تسمى من الابتدائية، يعني ابتداء من هذا العلم، يعني ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، يعني ابتداء العلم وابتداء الحساب من وقت مجيئك العلم. قال إنك إذا لمن الظالمين، جزاء للشرط إن تحقق، ولم يتحقق ولن يتحقق في حقه صلى الله عليه وسلم. هناك في سورة الرعد لم يكرر لفظ من حتى لا يفيد الابتداء، لأن حال القرآن هو الانتهاء وليس الابتداء، فهو آخر كتاب ختم الله به نزول الكتب السماوية إلى الأرض. وكذلك من إذا أضيفت إلى بعد قد تفيد التبعيد، وهذا ما لا يتحمله المعنى، لذلك جاءت من ابتداء في بعض مهمات الشريعة ثم حذفت في الأخيرة حتى لا تفهم التبعيد وحتى لا تفهم الابتداء، وجاءت الذي مؤكدة على الموضع الأول لأنه أولى ما يعرف، وهي الملة التي فطر الله الناس عليها. طيب، فاختصارا شيخنا، الموضع الأولاني أكد بالذي. نعم، لأن الذي أقوى من ما في معنى الموصولية، يعني معنى ربط الجملة التي بعدها بالتعريف، لأنه هو العلم هنا علم الشريعة وعلم الملة، وهو أولى ما ينبغي أن يعرف. ثم بعد ذلك استخدم ما لما هو دونها، لأن طبعا
علم تحويل الكعبة وعلم القرآن هو من بعض مهمات الشريعة، لذلك المعنى في تقويته أقل وأخف من المعنى الأول، إن المعنى الأول هو المعنى الأم، فلا بد من توكيده بشكل أتم. ثم ابتدأ ذكر في الموضع الثاني من سورة الرعد ابتداء، يعني كأنه يقول ابتداء من هذا العلم الذي جاءك، إن ضللت فستكونن من الظالمين وسيحاسبك الله حسابا عسيرا. فمن هذه أفادت معنى الابتدائية، يعني ابتداء المهمات التي ستحاسب عليها أنت ومن تبعك. هناك لما تكلم عن القرآن، لو تكلم عنه ابتداء فحال القرآن ليس ابتداء وإنما هو انتهاء، هو آخر كتاب نزل إلى الأرض، فلا ينبغي أن يكون حاله ابتداء وإنما انتهاء. كذلك إن دخلت من، زي ما قلنا، ما تفيدش الابتداء ولا تفيد التبعيض، حتى لا يفهم أنه سيحاسب عن بعضه دون بعض، وإنما الحساب عليه بالمجمل. إذا قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم وهو القرآن الكريم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. شيخنا، وهنا كمان يعني ما لك من الله من ولي ولا نصير، نختم بدي، إنك إذا لمن الظالمين، ما لك من الله من ولي ولا واق. والآية الكريمة ولئن اتبعت أهواءهم تكررت في القرآن في الثلاث مواضع دول بس. أيوة نعم. وحضرتك قلت إن العلم في الآية الأولى بمعنى القرآن. نعم صحيح. المعنى في الآية الأولى بمعنى الملة. بمعنى الملة، وفي الآية الثانية بمعنى تحويل القبلة، وفي الآية الثالثة بمعنى القرآن. نعم. وفي ده في دلالة على أهمية يعني التمسك ب يعني مخالفة في الآية الثانية، في الموضع الثاني، مخالفة اليهود والنصارى وعدم اتباع أهوائهم في تحويل القبلة، ويعني يقاس على ذلك عدم اتباع أهوائهم بصفة عامة. صح كده؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى هدده من أن يشابه في حاله حال اليهود والنصارى، إذ أنهم أولا تنكبوا سبل السلام عن الشرع وعن الملة، ثم كان هذا باعثا إلى أنهم يتنكروا لأوامر الله حينما يأمرهم بفعل دون آخر مثل تحويل القبلة، وحينما يوكل الله إليهم كتابا فيغيرونه، فلا هم حافظوا على أفعال وأقوال أمرهم الله بها ويعني التزموا بها، ولا هم لزموا الكتاب وحفظوه وحافظوا عليه، فلئن اتبعت أهواءهم ففعلت مثل هذا أو ذاك ما لك من الله من ولي ولا نصير ولا واق، والحكم فيك أنك من الظالمين. نعم، والكلام هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب خلق الله إلى الله. نعم. وأكرمهم عليه. طيب، وده في يعني عظة لنا كلنا، زي ما بيقولوا البيان على المعلم. سبحان الله، سبحان الله. يعني مشاكلنا كلها يعني إيه مختصرة في الآيات الكريمة اللي إحنا يعني أشرنا إليها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ونبتعد عن أهواء الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. وإليكم حبيبنا الشيخ محمد، ورزاك خيرا. جزاك يا شيخ. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.